ما الواجب عليك فعله عند إقرار عزلك منزلياً؟ انعزل بغرفة منفصلة عن أفراد المنزل وتجنب الاختلاط بهم. اغسل يديك بشكل دوري بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية. عند العطاس أو السعال استخدم المنديل ثم تخلص منه مباشرة. لا تشارك أدواتك الشخصية مع غيرك مثل الأطباق والمناشف إلا بعد غسلها جيداً. نظف الأسطح التي حولك كل يوم مثل الطاولات ومقبض الباب والهاتف. اهتم بصحتك جيداً واطلب الرعاية الطبية في حال ظهور الأعراض. لا تقطع مدة العزل قبل استشارة الطبيب. وعند ضرورة التواصل والاختلاط مع الآخرين اترك مسافة كافية لا تقل عن متر والبس الكمام. وفي الختام، عزلك منزلياً لا يعني أنك مصاب، ولكنه إجراء احترازي للمحافظة على سلامتك وسلامة الجميع.